كيف تسير أمور النقل إلى فلسطين ولبنان، وما هي أبرز التحديات؟ بالنسبة للبنان التحديات طبعا كثيرة، لأنه النقل البري كان خطر، النقل الجوي توقف، الشاحنات والإغاثة مرات تنضرب، وبالتالي إسرائيل مع الأسف لا عندها احترام للقوانين الدولية، المنظمات الإنسانية ما لها دور في هذا، لأنه احنا شفنا في حتى في غزة قتلة أعداد كبيرة من منتسبين للهلال الأحمر الفلسطيني، وضربة المستشفيات والمراكز الطبية، فإذا ما عندها احترام في هذا الموضوع. نحن نسير طبعا، يدرون الإخوان احنا لافتاتنا موجودة وجوادر في على التريلا موجودة حتى تبين انه احنا كهلال الأحمر العراق وصلنا، والحمد لله مساعدات مستمرة مع من خلال مواردنا الذاتية أو من خلال موارد إخواننا في الحشد أو العتبات المقدسة اللي كانوا سباقين أيضا بالتعاون معنا، توصل المساعدات. أنا قبل ما أجي بيوم وصلت لنا 60 شاحنة للعتبة العباسية المقدسة، أيضا دعم للمطبخ اللي موجود ودعم للمركز الطبي، وبالتالي تقريبا كل العوائل الموجودة الآن في سوريا دا تأخذ حصتها وبتنسيق مشترك، يعني لأنه نحن نريد نحفظ كرامة العائلة، فصار تنسيق مع أنه هناك منسق، احنا نعرف مناطق موجودة في سوريا، هناك منسق يجي إلى المطبخ يقول أنه عدد العوائل الموجودة في هذه البناية لو فرضنا 50 عائلة عدد أفرادها 250، نعطيه 250 وجبة نأخذها معه، وعندنا برادات موجودة من العتبة العباسية ننقلها إلى الموقع اللي موجودين ونحفظ كرامة العائلة. فالعملية مستمرة وموجودة. هذا الأمر في سوريا؟ في سوريا. زين، بالنسبة لغزة؟ بالنسبة لغزة احنا دائما نوصل مساعدات كثيرة، وصلنا في عن طريق الجو، وصلنا عن طريق البر، قلت لكن تقريبا عدد الكميات الأطنان اللي وصلت تقريبا 1000 طن من المواد الغذائية، ومستمرين بها، يعني نقدر نوصلها بسهولة.